وصلنا لفقرة بيتس مع جيسي خوري، وبما أنه أنا مش كتير بفهم بالحيوانات رح تفسر لنا اليوم جيسي ليه الحيوان الأليف الكلب هو أفضل من حيوان الأليف البسين بالبيت. بونجور جيسي، هاي. كيف يعني على القليل عرفت أقدم الموضوع. 100%. أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين. رانيا أنا مبسوطة أنك معي اليوم، وأنا أكثر هلأ عم نزيد الحزب تبعنا طبعا اللي هن المحبين الحيوانات بعائلة MTV Alive. مثل ما قالت رانيا اليوم رح نحكي ليه الكلب بشكل حيوان أليف أفضل بالبيت من البسينات. ما فيهم يزعلوا محبين البسينات، لأنه قبل بحلقة عملناها كنت أنا وستيفاني ليه البسينة أفضل من الكلب. أنا بحب البسينات صراحة جيسي، لو أنه مش كتير يعني بفهم بتفاصيل الحيوانات وما عندي، بس أوقات كان يكون عندي هيك بالجنين بسين أو اثنين، بقى بحس هيك أنه حيوان نغيش يعني مهضوم وأهون من كتير عالم بيعتبروه أهون بالبيت من البسين من الكلب. وهيدا من هيك كل العالم اللي ما عندها حيوانات أو ما كتير بتفهم بالحيوانات على طول بتفضل البسينة، وما انه شيء غلط لانه مزبوط المسؤوليه اقل بكثير. بس اليوم بدنا نركز على البسينات، وما بدنا على الكلاب، وما بدنا البسينات ياخذوا الاتنشن. اول شيء ليه افضل الكلاب لكن يعني قبل ما نبلش بليه افضل، في فيديو مهضوم حاضرينه مش عم نشوه صوره البسينه بس عم نعطي شويه اتنشن للكلاب، رح نشوفه هلا سوا. جيسي في تمييز عنصري كتير كتير قوي بهيدا الفيديو اللي شفناه. أنا هلأ لازم أخبر المشاهدين إنه طلعت رانيا من حزب البسينات، فهيدا الشيء أنا بسطني ما بيزعلني أبداً، لأنه رح جرب أقنعك ليه الكلاب اليوم بشكله بيت أو حيوان أليف أحسن من البسينات بقلب البيت. هلأ اللي معروف جيسي إنه البسينات هن من الحيوانات الخبيثة، يعني قد ما تغنجيها 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 بيوصل نهار إذا عصبت منك بتخرمشك. أنت قلتيها أنا ما خصني. إنما الكلب طبعاً هو أوفى بكتير. مزبوط، هيدا شغلة من الأساس، هي مش قصة إنه خبيثة، أكتر البسينة هي مستقلة بقى وبتفضل الأمور على ذوقها، فمن هيك منشوف منها هيدول التصرفات اللي بيزعجونا بكتير من المحلات. أول شيء رح نبلش بأول نقطة اليوم رانيا، اللي هي إنه الكلب فيك تمرني، يعني كتير منا مننبسط وقت الكلب بيتفاعل معنا، بتعلميه يقعد سيت كم يجي يعملنا حركات معينة، كلنا مننبسط فيها. هيدا شغلة بتنعمل مع البسينة بس بدها كتير 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 وقت لنقدر نوصلها. في انتراكشن يعني مع الكلب أكتر من مع البسينة؟ في انتراكشن، وبترجع منرجع منقول الكلب هو بحب كتير انه يبسطك، يعني انت كصاحبته بحب يبسطك، سو بحب يعمل هدول القصص لا يبسط الجاردين تبعه، وعكس البسينه يلي ما بهمها تبسطك، بهمها هي تكون مبسوطه وحالتها منيحه تتغنج وتتغنج. وهلا في بسينات بيتعلموا، طبعا اليوم ما عم نحكي عن الاكسبشنز، عم نحكي عن الجنراليتيز او هن بالاجمال كيف تصرف هدول الحيوانات. يعني الاشياء كثير قليله اللي ممكن يتعلمها البسين نسبه او مقارنه مع الكلب جيسي. ومش بس هيدا الشغله، الوقت هو اقل بكثير انك تعلمي كلب من انك تعلمي بسينه. شغله ثانيه كثير طبيعيه وكلنا اكيد يعني بنحس فيها، هو الكلب فيه يحمينا، فيه يحمي البيت، البسينة طبعا لا، والقصة بديهية يعني البسينة كتير صغيرة أنجد تقدر تحمي حالها جسدياً، يعني إذا فينا نقول ما صح. عندها القوة اللي عنده إياها الكلب مزبوط. ولكن طبعا جسي يعني حسب نوع الكلب، في كلاب يمكن يقاسون قد البسينات أو حتى أصغر، بس بدال عندك الألارم تبعه أو هي التعوية تبعه يلي بتنبهك مش عم بقدر ألقط شيء. لا تعرفي رانيا عن جد بحلقة البسينات، هلا انا كان على بالي قارنهم اليوم بس بنصير ما بنلحق نخلص الحلقه، بس في كثير امور حلوه بالبسينات
وعن جد انا مثلا بمحلات بقول انه عن جد لبسينة اهون والحياه معها بالبيت بركه شوي اسهل، بس اللي بحب التفاعل وهيك لا بكون اكيد من جماعه الكلاب طبعا. سو كنا مثل ما عم نحكي انه الحجم تبعهم والصوت تبعهم هو بيعطيهم تقدم على اللبسينات بهيدي الشغله، وحتى مثل ما قلتي اذا نقينا الكلب الكبير بنكون نحن كمان عم نحمي البيت تبعنا. شيء ثاني كمان اليوم عبالي احكي عنه رح امشي بالصور مثل ما نحن حاطينهم، الكلب بحب كثير يلعب وهيدي شغله بتفيدنا النا، يعني انا اليوم اذا عندي كلب لانه مجبوره ظهره مشي انا عم بعمل رياضه وهيدي الرياضه بتفيد لي جسمي. حلو. هيدا الشيء ما بينطبق ابدا على لبسينه حتى ما بننتبه له. مزبوط. يعني بنظهر يمكن اللي عندهم كلاب بيظهروا بيظهرون بيتمشوا هن وياهم يمكن نص ساعه او ساعه اوقات وما بينتبهوا على حالهم انه هن عم يعملوا رياضه. شغله حلوه وملفته اليوم نبهتينا عليها جيسي. مزبوط. هلا اصلا لازم تجيبي كلب مش لبسينه اذا بدك تجيبي حيوان. على كل ما بعرف اذا رح تحكي عن هالنقطه جيسي، بيقولوا انه الكلب مع الاولاد شغله كثير منيحه يعني. صح. مش كثير بعرف ليه وحيثياتها انما بسمع، هل صحيح هالشيء؟ صح. طبعا بنحكي عن انواع معينه من الكلاب بس فيك تلاقي كثير كلاب يتفاعلوا مع الاولاد بطريقه كثير اسهل من لبسينه. صحيح. ومثل ما بدنا نعيد حالنا بس مثل ما قلنا لبسينه كثير اندبندنت او مستقله والولد معقول يزعجها وفيها هي تاذيه، بينما الكلب عنده توليرنس او عنده قدره تحمل اعلى بكثير من لبسينه. فمن هيك للاولاد كثير مهم انه نجيب نحن، يعني مش كثير مهم اذا او اهم بس اهون يكون عندنا كلب بالبيت من ما انه يكون عندنا بسينه مع الاولاد. الكلب ما بيأذي صاحبه، ما بيأذي الاولاد او الناس اللي بيعرفون جاسي؟ ما بيأذي لدرجه، يعني اكيد انا بدي احكي للجنرال كثير قليل الكلب ليأذي صاحبه، وهيدا شغله هلا كنا رح نحكي عنها، رح احكي عنها هلا دايركتلي. بيقولوا له اتس هيومنز بيست فريند، يعني هو الصديق الحميم تبع الانسان. ليه؟ لان ما بده شيء منك، بده بس يعني لو اوقات بتقعد الكلب نهار او نهار ونص بلا اكل بترجع بيجي بشوفك بينبسط فيك قد الدنيا. حلو. اذا سافرتي شهرين ثلاثه وتركتيه اكيد مش لحاله، بس ما كنت موجوده اول ما يشوفك بينبسط. على طول بده يبسطك، على طول عم بفرجيك الحب تبعه، على طول بده يلعب وشو ما بدك بيعمل لك. رح تحنني لقلبي. ايه بحن القلب. ايضا جيسي يعني كثير بنسمع قصص عن اذا شخص سافر وترك كلبه اللي معود عليه له سنين، او اذا شخص يعني لا سمح الله توفى وترك الكلب، يعني بيصير عنده مثل حاله نفسيه الكلب وبيزعل، يعني بيبين عليه التاثر او بيفل او بيصير يبكي يعني. صحيح. نعم 100%. بحس وكأنه عم تحكي شيء كثير مزبوط. هلا يا ريت تاتيانا بتحط لنا السلايدز تبع اللويالتي او الوفاء. من اهم القصص تبع الكلب هو الوفاء، وعن جد هيدا شيء كثير ملفت. نعم. لدرجه عاليه. وبتشوفي كيسات وبتشوفي حالات معينه، مثلا كلب توفى صاحبه كل يوم بيروح بزور القبر تبع صاحبه، او اذا بدنا نحكي مثلا لما بيكون صاحبه مريض الكلب ما بيزيح عنه. عم نشوف هون صور مثلا حتى لو كان الواحد مش عم بيأمن له الحياه اللي كثير مهمه للكلب ما بيتركك. بضله حدك. في كمان الصور اللي بيجوا من بعدها هون هدول حالات مزبوطة. حزنوا كثير. رح نعمل جسي. حلقه عن هالموضوع. ومش بس الوفاء هو لصاحبه الانسان، انما حتى بتشوف الوفاء تبع الكلب للكلب او حتى لحيال شخص بارتنر فيها، حتى تكون بسينه. اوقات بتشوفي التصرفات بيعملها الكلب بتفرجي عن وفاء عن جد كثير حلو. جيسي هل بحس يعني بيشعر يعني كيف هالسندروم هيدا شو هو؟ انا كثير مبسوطه هلا. يعني ليه مبسوطه؟ عم بتاثر. لانه ما عندك كثير خبره بهذا الموضوع وعم تقطعي على الافكار اللي كان بدي احكيهم من دون ما يكون معك خبرهم عن جد رانيا. يعني انا هيك عم بشعر معك بهالموضوع، عم بلش عن جد اتاثر بهيك بالكلاب بتصرفاتهم. يعني حاضرين افلام كثير جسي عن هالموضوع. مزبوط. منحضر الاولاد ونحن لما كنا اولاد افلام يمكن انيميتد او افلام حتى والت ديزني. مزبوط. كانوا يعملوا افلام كثير عن الحيوانات،
تحديدا الكلاب يعني، منشان هيك بنعرف هالصفات. ولكن لما بتحضري فيلم بتحسي هالفيلم هو خيالي، قد ايه بيطبق على الحياه اليوميه؟ هيدا اللي بحب اعرفه. كل حدا كل حدا هلا عم بيحضرنا عنده كلب، او انا حتى بقول اللي عندهم كلب وبسينه بيوافقونا الراي، يعني هن ما بيكونوا بحبوا او ما بيحكوا من منطلق بس محبين للكلاب، عندهم الحيوانين بالبيت، انما اكيد 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 عم بيوافقونا على هدول المواضيع لانه هي شغله بطبيعتهم. ومية بالمية مثل ما قلت الكلب بحس مع صاحبه. يعني إذا أنا زعلانة بالبيت كلبتي بتحس معي وبتجي بتقعد يعني برواء حدة وبتصير إنه عم تحكيني إنه كيف شو إنه شو بكي أو بدها تعمل شيء بس لتغير لي هيدي النفسية. وحتى إذا كنت مبسوطة كمان هن بينبسطوا معك. يعني هو وكأنه رفيق. رفيق من شان هيك كمان منشوف الأشخاص اللي عايشين لحالهم دايما هيك بيكون مرفقهم كلب أو ساكن معهم كلب بالبيت. إنما قدي سهل أنه تعيشي كلب معك بشقة إذا ما عندك مكان خارجي تقدري تهتمي فيه، وشو يمكن في أنواع طبعا بتختلف عن بعض. منا هنا بس هي شغلة منيحة لأنه التنوع بالكلاب هو بخلينا ننقي كلب يكون بناسب نوع الحياة اللي نحن عايشينه. شغلة تانية على قصة الشعور والبسط والحزن وهيك، الكلب يعد من الحيوانات اللي هي حيوانات على طول مبسوطة، بتعرفي البسط والضحك بيعدي. أنا هيك بقول هيك بحس، يعني أنا الزبزبات الإيجابية 100% عن جد هيك. سو أوقات بتكوني واصلة على البيت ومعصبة من الشغل ومنك مرايقة معك وهيك، بتفوتي وقتها يستقبلك كيف بنط وكيف بيعمل حركات، خلص بتنسي، بتصيري مركزة معه وعم تلعبي معه وهيك بتنسي الحالة اللي أنت فيها. بالوقت اللي إذا بتوصلي على البيت البسينة يمكن بدك تعيطي لها لتلاقيها، أو إذا إجت لحدك وقتها توصلي بيكون لأنه صحن الأكل تبعها فاضي وبدها هيك تعبي لها إياه. يعني أنا رح هيك أختصر يلي فهمته هلا، إنه البسينة اللي بحب يهتم بغيره يجيب بسينات يغنجهم يدللهم يهتم فيهم، واللي بحب إنه يكون حدا هيك عم يهتم فيه وحدا عم بيغنجه وحدا عم بيواسيه بيقدر يجيب كلب. مزبوط. شو بعد عنا هيك نقاط بتقدر؟ شغلة كتير كتير حلوة وأنا بحبها، هي إنه الكلب نحن بنستعمله بالمجتمع. شو قصدي نحن بنستعمله بالمجتمع؟ الكلب فيه يكون كلب سولجر، يعني بفوت بقلب الجيش، جندي جندي بيساعد الجنود. الكلب فيه يكون سيرفيس دوغ، يعني بيساعد العالم يلي ما بيقشعوا، او العالم مثلا الاولاد اللي عندهم اوتيزم او التوحد بياخذوا لهم كلب، وهذا الكلب بيساعدهم لانهم يظهروا من هيدا الحاله او يتحسن وضعهم شوي. كمان كثير يستعملوا للكلاب بامور مثلا اذا صار في عالم عندها مشاكل نفسيه، لانه الكلب رايق وبحن وهيك فيه يحس معك، بيجيبوا الكلاب بسموهم الكلب، يعني هو بس لتجي تغنجي ولهو يغنجك كمان. مزبوط. يعني وبالتحقيقات جاسي، يعني بالتحقيقات البوليسية إذا فينا نقول للمخدرات للأسلحة، حتى منشوف بكتير من المطارات مع الشرطة كلاب، هيدول الكلاب بيشتغلوا. هلأ منحب لبسينات وهيك، بس أكيد لبسينة ما فيها تعمل هيدا الشيء. هلأ معلش الكلب بجنن وعم نحكي كتير عن ميزاته، إنما ما فينا نترك لبسينات. يعني أنا هلأ عم تحكي عم بتذكر تيتا اللي بدي إلها مهجور كتير كتير كبير وإلا إنه بحبك كتير أكيد. تيتا دايما عندها جنينة حيوانات بالبيت يعني، ودايما الكلاب والبسينات هن من الأساس تبع البيت يعني. بقى ما بفتكر رح توافقك كثير الرأي لأنه بتصير تحبهم قد بعض يعني، وكأنه مزبوط. صاروا مثل أفراد العائلة جاسي طبعاً يعني. طبعاً. عرفتي؟ إنما بلاحظ شغلة أنا وبوافقك فيها الرأي، إنه لما بيموت حدا من الكلاب بيزعلوا عليه كثير أكثر من البسينات، لأنه بيتفاعل معك أكثر، وكأنه وجوده يعني بيترك فراغ بالبيت جاسي. صح. بيصير بالفعل عم يتفاعل معك. يعني ما بعرف إذا شي مرة قايسين معدل الذكاء تبع الكلاب أو معدل الأحساس. الأحساس أنا بقول أنا بعت أنا من أكثر بشدد على الأحساس، لأنه الأحساس اللي بشاركه معك والتفاعل اللي بيعمله معك هو اللي بيخلق هيدا الربط بينك وبينه. شيء تاني كمان حلو نقوله وكنا شوي هيك لمحنا عنه، مثل ما عم تقطع الصورة معنا، في كتير أنواع من الكلاب، يعني بتشوف إن كان بالحجم أو حتى بالكاركتر
بتصرفاتهم وهيك بيختلفوا كثير الكلاب، وهيدا الشيء منه موجود بالبسينات. بقى فيك تنقي الكلب يلي بناسب وين انت عايشه، شخصيتك، كيف انت مثلا يمكن ما بتحبي انه مثلا يكون الكلب تبعك بالبيت كبير، عرفتي؟ سو بتنقي كلب صغير. ولكن لما بتقولي لي بيختلفوا كاركتيراتهم او شخصياتهم عن بعض جاسي، يعني كيف؟ شو بيكون الفرق تقريبا هيك الفرق الشاسع بينهم؟ هيدا شغله عم نعملها كل جمعه بباتس لما بنحكي عن المختلف الانواع الكلاب. اجمالا رانيا، الكلب الكبير بيكون اروق من الكلب الصغير، الكلب الصغير بيكون حريك، بيعوي اكثر. يعني حسب، بتعرفي كيف الكاركتر هو بيخلق معه للحيوان، وحسب كمان بما انه كل الكلاب تشتغل، كل واحد حسب شو كان يشتغل قبل، يعني منهم كانوا كلب حراسه، منهم كانوا كلب صيد. دونك حسب كيف مرن يعني قبل. مزبوط. معنا فيديو ثاني؟ مزبوط، معنا فيديو ثاني لكل المشاهدين يلي ما اقتنعوا بعد معنا انه الكلب هو حيوان بالبيت، بركي شوي اهضم من لبسينه. هلا في فيديو مهضوم رح يقطع معنا. وهون بدي اياك تحضري رانيا للفيديو، لانه عم نشوف كلب كبير صغير عم بجرب ينزل على الدرج وما عم بيقدر. سو امه عم بتساعده. وشي كثير مهضوم اللي عم نشوفه، لان هلا بتشوفي كيف تطلع. واو. عم بتساعده لينزل. يعني واضح الحنين اللي عنده اياه الكلب جيسي. بالمقابل كيف لبسينة بتساعد حدا لينزل على الدرج؟ تدفشو 100% رانيا، شفتي؟ عم تفهمي على لبسينات، دفشته. ما قلت لك شو السر؟ جسي لكن دفشته، مهضوم البسينة هيك عندها شوية عنف إذا فينا نقول، هي شوي سوفاج يعني. على كل البسينات الكبار بنعرف كثير منيح شو هن أنواعهم يعني. جيسي، كيف الولد بيستفيد من وجود الكلب؟ هل هو بيتعلم منه أو بيصير مبسوط إنه هو عم بيعلمه أشياء يمكن؟ أكيد أكيد، الولد تفاعله مع الكلب بخليه شخصية الولد حتى بتختلف، صحته بتختلف. مش عم بقدر اتخطى الفيديو اللي حطيناه لانه كان كثير مضحك رانيا. بقى كنا عم نحكي عن الاولاد، سو الاولاد بيتعلموا كثير حتى الصحة تبعهم بتختلف. ضحك جيسي، لازم نوقف نضحك. بس لا، بدنا نشارك البسينات بالفعل يعني. تفاجأت هلا، انا كنت عم بمزح وقلت لك انه دفشتها، انما هي دفشتها عن جد يعني. لنضحك اكثر، في صور ثانيه كمان بتقطع معنا هلا بتفرجينا اياهم تاتسانا كمان، بفرجونا شوي مشاهدينا كيف البسينه بتسيطر بالبيت على الكلب، اذا البيت فيه كلب وبسينه. يا ريت تاتسانا نشوف شوي صور بالاخر. شوفي هون رانيا الصوره، كلبين نايمين على الارض بالوقت اللي البسينه مستحله التخت تبعهم. في صور ثانيه كمان بتفرجينا بسينه كثير صغيره قاعده على تخت كثير كبير والكلب نايم على الارض. يعني دائما هي المدلله فينا نقول جيسي، اذا بدك حكمه بامرها، لانه هون ما بتصور برضا الكلب، انما هي قررت. وهون بتشوف الكلب نايم بتخت كثير صغير يلي هو تخت البسينة لازم يكون، والبسينة اخذه محله. حرام. يعني عم يروح حقه للكلب. ليك شو معتر. بس جيسي، ليه لكينا بيقولوا انه البسينات والكلاب ما بيتفقوا ابدا مع بعض؟ لا، بيتفقوا اكيد مع بعض، خاصة إذا عم نربيهم بالبيت سوا وتعودوا على بعض من هن وصغار. إنما طبعا الكلب هو إذا صح التعبير، ايه هون ليكي مثلا هالصورة شو مهضومة، نايمة يمكن مانا كثير مبينة، هي نايمة بقلب البيت وهو المعطر قاعد برا. طيب مش معقول يعني انه حتى مع البسينات عم بيكون كثير منيح. شفتي؟ يعني انا ما بعرف يعني اليوم رانا او ما لا، ما بعرف بقى شو بدي اقول. بس بدي ليكي مثلا هيدي بسينة نايمة عليه، هو معطر واعي وما عم بيقوم، بس لانه هي ما يوعيها. مزبوط. يا الله. وشي مهضوم كمان بدي اقول عنه، اذا كان عندي كلب وعم بتغنجيه، الكلب بضله، اذا كلنا بنعرف خاصه اللي عندهم كلاب، الكلب بيكون كثير مبسوط نحن عم نغنجه. انما البسينه اوقات بنكون عم نغنجها ومفكرين انه كل شيء كثير منيح، وفجاه بتعدنا البسينه او بتخرمشنا. هلا بالنهايه كنا عم نحكي هدول امور مثل ما قلنا بالاجمال، البسينه والكلب اثنيناتهم حيوانين اليف، حلو يعيش معنا بالبيت.
مثل ما قلنا عملنا حلقه قبل عن البسينات، اليوم كان دور الكلاب. ان شاء الله نكون قنعنا محبين البسينات ومحبين الكلاب، اكيد انبسطوا بهيدي الحلقه. بس قولي هلا لما مرق شفتي مين غنج على السكرين؟ مزبوط البسينه. مزبوط، ميرسي لك جيسي، انا اقتنعت صراحه وهيك قلبي حن على الكلاب. شكرا لهالمعلومات المهضومه اللي بتعطينا. شكرا لك، كنت معنا اليوم ببيتس. ثانك يو. مشاهدينا وقفه قصيره ومنتابع.